هي نفس الشيء نفسها. طيب سؤالي سؤالي حلو يا شباب، عارفين ليش ما نستمتع؟ ليش؟ لأن نقيس واقعنا بواقع ناس غيرنا. الله. كيف؟ نقارن. يعني ليش نستمتع العيد؟ أنا لو عيدت عند أهلي، أنت ما أنت عند أهلك، أنت صح. هنا. صح. أنت مجرد مقارنة غير عادلة، زي واحد يقول له ليش ما تستمتع بحياتك؟ قال يا أخوان ما عندي فلوس أسافر إلى. لو إني مثل فلان صح. إيه لو إني صح. مثل فلان وأطلع أسافر إلى اليونان وأرجع ومن إلى. أنت ليش تحط نفسك في منطقة ما هي عندك؟ احنا نقول الآن قارن نفسك بنفسك. فأنت لن تستمتع يوم العيد ما دمت تقارن نفسك بالعيد حق الأهل. صح. ما في عيد يقارن عيد الأهل، معروفة ذي. يعني لا تتوقع إذا جبت السالفة هذه جبت شيء جديد أبهرتنا فيه. أنا عيد عند أهلي يا جبل. من جد غريب أنت. عارفين. حنا قلت بتعيد هنا. انسى الموضوع. المقارنة ما سنة. مقارنة واقع عيدك بعيد أهلك ليس المقارنة غلط. صح. أنت كيف تستمتع في العيد هنا؟ إن شاء الله. طيب كيف تستمتع بحياتك؟ أنا ما عندي فلوس زي فلان. وانا ما عندي وظيفه زي فلان، وانا ما عندي موتر زي فلان. الفلوس مهمه استاذ، جدا مهمه. طيب انا ممتاز جدا. شوف وهذا كلام لك ولي وللي تابعونا كلنا، لازم نستوعب ان الفلوس مهمه. وانا اول واحد يقوله دائما المال مهم، المال قوه، لكن اكبر عيب انك تقعد بس تقول المال مهم وما تدور كيف الطريقه توصلك المال. على هذا يا منك انسان تكون قد كلامك وتبحث عن الطريقه اللي يوصلك المال، يا حبيبي استمتع بواقعك. قاعد الحين نص المشوار. يعني لا تقعد تقول المال مهم، المال مهم. عارفين انت ايش سويت؟ طيب ايش تجيب المال؟ صح. ايش الاشياء اللي سويت؟ لا انا سويت وحاولت وما نجحت وما. اذا استسلم وانبسط بواقعك. لا المال مهم، دور عليه. لا تقعد تشغلني بالسالفه هذه، كلنا عارفين المال مو مهم، مهم جدا. بس كيف توصل له؟ هنا لازم تفكر ولازم تخطط ولازم تراجع. ولازم ما تمشي في الطريق اللي مشيت فيه مره واحده، لانك اذا مشيت في على الطريق والنتيجه كانت خطا ثم كررت المحاوله بنفس الطريقه مستحيل تنجح. مستحيل. من الحماقه ان تبحث عن نتائج مختلفه وانت تسلك نفس الدرب. شوف الطريقه اللي عوق كذا وش والله يا مغير. غير الطريقه، غير الاسلوب، غير الحال، غير حافظ على معنوياتك، حافظ على شخصيتك، حافظ على افكارك، حافظ على نجاحاتك. ودائما اقول لك اسهل طريق للنجاح هو مرافقة الناجحين. يا سلام. أسهل طريق للمال هو مرافقة رجال الأعمال. أصحاب المال. يا سلام. والله أقصد. عشان تعرف الطريق. عشان كذا طلبت رقمك. أيوة. لا أنا مسكين. أسهل طريق للإعلام مرافقة الإعلاميين. أسهل طريق لكل النجاح مرافقة الناجحين. لاصقهم. خليك معهم. بتلاقي الدرب وبتعرف بتلاقي ضالتك. يا سلام. لكن انا ارجع واقول انا كيف استمتع؟ ترى الفكره اللي قاعد اقولها احمد، انا اقرر يوم اصبح. ترى جماعه الدين حقنا الاسلامي نعمه، وترى على فكره لا انا ولا انتم ولا اللي يتابعوني اختاروه. يعني انت ما ولدت انت قلت تصدق انا بصير مسلم. انت احمد ربك ان الله اختار لك انك تصير مسلم. طيب ممتاز، هذه نقطه. النقطه الثانيه، تدري انك اذا قمت الصباح وقلت اذكار الصباح، ارجع تامل اذكار الصباح. أذكار الصباح قاعد تعلمك أنك تقرر أنك تكون مبسوط. لو ترجع تقرأ أذكار الصباح صح. من جديد بتلاحظ أنه قاعد تعطيك تقول قل الكلام اللي يخليك تقرر تصير مبسوط. من بداية يعني بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض وفي السماء واسمي عليم، خلاص حطيت عليك آلة وطاقة ما في شيء يضر. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته الحمد لله. كلمة الحمد لله يا جماعة ذي كلمة الحمد لله هذه فيها قناعة غير طبيعية. الحمد لله. رضا. إذا جاك مصيبة تقول الحمد لله، إذا كبرنا الصلاة شو نقول أول شيء؟ الحمد لله. وإذا رجع من الركوع شو يقول؟ سمع الله لمن؟ حمده. حمده. الدعاء الحمد لله. الحمد لله، كل هذه الحمد لله هي طريقة من طرق تفضل شكل من أشكال الاستمتاع في الحياة، الحمد لله. واحد ما عنده فلوس تقول شو هذا؟ قال الحمد لله. واحد مات له ولد الحمد لله الحمد لله على قضاء وقدره، مات ولده الحمد لله الله لا اي والله. ترى هذا الكلام هو اللي يخليك تغير قناعاتك في الاستمتاع. تفضل. على تصديقا كلامك انا من الاشخاص اللي اطبق هذا الشيء،
في اول شيء ممكن يعني ظرف حصل لي اثر علي بشكل سيء او غير من مزاجيتي وغير كثير اشياء فيني وعكر يومي كله، انا من الاشخاص اللي اروح اتوضا واصلي ركعتين واقول الحمد لله يا رب والله الذي لا اله الا هو انها تتغير نفسيتي جذريا، والله العظيم اني اكون رضيت، خلص اني رضيت بالضبط. فهو دائما وابدا القناعه هي اول خطوه في قضيه الاستمتاع. ترى لما اقول لك انت مستمتع، وانا ترى قلتها في كلامي، هذا اللي مستمتع في حياته ترى مو بشرط يكون بخير، بخير ماديا او بخير جسديا مو بشرط، بس انه مستمتع. اشهد للانقصاد. والله في رمضان اللي راح زرنا واحد من الشباب في الدوادمي، فعزمني عند اخوانه، كانوا عندهم زي الديوانيه جالسين فيها اخوانه، كنا يمكن حوالي 15 جالسين بعد التراويح. اسعد واحد في الجلسه، انا انبهرت بنا، اسعد واحد في الجلسه كان واحد مقعد، مقعد بيمشي يا رجل، كان هو هذا شعله، هو اللي يضحكنا وهو اللي يواسينا وهو اللي يقترح لنا افكار وهو اللي يرحب هو اللي يهلي، طاقه شعله هذا الرابط، بس ما يقدر يمشي. ولكن احنا اللي نمشي ما احنا قادرين على نفس المستوى حقه. فكنت حتى طلعت مع رفيقي قلت يا اخوي هذا ما شاء الله تبارك الله، هذا كيف؟ هذا مستمتع، هذا راضي ايضا، عنده قصور لكنه مستمتع. وفي واحد غير مستمتع وعنده قصور، صح؟ في واحد عنده قصور يعني نقص ومستمتع، في واحد عنده قصور بيوت بس غير مستمتع. انا اشهد. ليش غير مستمتع؟ لانه ما زال عنده مشكله المقارنه، يعني عنده 20 مليون يقول ليش ما تصير 20 مليار؟ لا هذا قيحة. فيه ترى فيه يا جماعه انسان طماع بعد، انسان طماع، وبعد يمكن يقول ليش ما تصير، يمكن خايف انه يخسرها كلها، يخاف يخسرها. هذه اكبر شيء، ان الخوف هو اللي يوتره، الخوف من مشكلات يمكن ما تصير. اي هذا المشكله، الهوجاس، انا يمكن يعيني عبد الله، انا يمكن فلان يسرقني، انا فلان يمكن يحتال علي، انا هذا الخوف يخليك ما تستمتع. صح. زايد، هذه نقطه مهمه جدا للي بيستمتع. تبي تستمتع في حياتك؟ اي والله. في وصفه خاصه بعثاثيه مثلا اللي بيستمتع انت بستمتع.